استراحة أرارات للسياحة بعد جولة في المدينة. وصلنا إلى هذا المكان الهادئ وحبينا أن نأخذ فنجان من الكابتشينو. أشوف لكم المكان الهادئ الحلو. صباح الخير أخواني ومتابعينا الأعزاء. أرارات للسياحة من يربان ترحب بكم. عموما إحنا مع زبائننا خلال جولاتنا سيتي تور نختار لنا مكان ثلاثة أقرب كافيتيريا نقعد ناخذ لنا فنجان قهوة أو كابتشينو أو اللي يريد ياخذ له باتشي. فإن شاء الله تشاركونا بأحد الأيام. إذا تحبون تزورون أرمينيا تقدرون تتصلون بينا. أرقامنا دائما موجودة مع كل تقاريرنا. تقاريرنا موجودة على اليوتيوب من خلال قناتنا قناة أرارات للسياحة. تقدروا تشتركون بي اضغط الزر المكتوب عليه سبسكرايب بالانجليزي بالجانب الايسر من الشاشة يوصلك كل تقاريرنا اللي حول ارمينيا وباللغة العربية. اذا الويندوز مالك عربي بدل السبسكرايب يكون مكتوب اشترك او اشتراك. اضغط عليه الاشتراك مجاني يوصلكم كل تقاريرنا. تقدرون تتصلون بنا الرقم مالنا موجود دائما مع كل التقارير. تقدرون تتابعونا على الفيسبوك عندنا جروب خاص باسم أرارات للسياحة. تقدرون تشتركون كأصدقاء مع صفحتنا الرئيسية اللي باسم هايك جاليان على الفيسبوك. وعندنا الفان بيج صفحة المعجبين اللايكات اللي يحبون عملنا صحة باسم أرمينيا. نرحب بكم وشوقت ما تحبون اتصلوا بنا قبل يومين ثلاثة قبل أسبوع نهيئ لكم السكن نهيئ لكم واسطة النقل لكم والعوائلكم نهيئ لكم سائق مع سيارة مريحة بالإضافة إلى مرشد عربي. أنا هايك دانيال أبو ماسيس من أرارات للسياحة وأرحب بكم. اللي يسألون عن موعد تساقط الثلوج، الثلوج بدأت تنزل فوق الجبال. احنا اليوم نشرنا بعض الصور على صفحتنا في الفيسبوك تبين الثلوج فوق الجبال. نحن الآن في موسم الخريف، هذا موسم الخريف شوفوا